السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الو السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. للهيم مرحبا. السلام عليكم، كل شيء بخير. الله يحفظك دكتور. اكرمك الله. لاباس عليك؟ الحمد لله. لا الله يحفظكم. انا فرحانه وبزاف ما بقيتش عارف شنو كاع غنقول. الحمد لله ربي استجاب الدعاء بعد انه شد لي الخط. غادي ثاني مره بعد الحمد لله. الله يحفظك. بغيت نقول لك بعدا راه كنتي دعيتي معايا باش نخدم، وفعلا بعدا الحمد لله تحققت هذيك القضيه وخدمت الحمد لله. الحمد لله دابا راه ممرضه في واحد الكلينيك، ملي كنخدم بالليل مره يا ربي يا كريم. وكندير ليلا ليلا لله وغادي. وخدمت حتى استاذه بالنهار كما قلت لك، قلت لي عندي اجازه وعندي دي بروفيزان فيرمي. تبارك الله والحمد لله. الله يحفظك. ولكن يا دكتور باقي عندي المشاكل ما عرفت واش من الظهر ولا شي حاجه اخرى. لا اله الا الله وصافي. لا اله الا الله. بحالاش المشاكل اللي هند؟ نعم المشاكل بحالاش؟ ما كنلقاش بعد الظهر ولا كيكونوا العكوسات ولا لا اله الا الله وصافي. ترى دابا انا قدمت استقاله يلاه 3 ايام هذه واحد الخدمه ديال هذا الشيء ديال التعليم الاولي ديال الروض. نعم. ولقيت شي مشاكل. الناس كيستغلوا بعد النوبات كيكونوا كيطلبوا شي جمعيات وهذاك الشيء. المهم كياخذوا ذوك الفلوس ما كتعرفهم فين يدوزوا ولا هذا. قلت انا كاع نبعد شي حاجه اللي غيكون فيها صداع ولا هذا. داك الشيء علاش؟ نعم. ودابا بغيتك دكتور الله يحفظك، عندي شي اسئله بغيتك تجاوبني عليهم. مرحبا. لا مرحبا. باش كنديروا دابا دعاء الاستخاره وكنديروا الاستخاره، واش باش باش غادي نعرفوا واش هذاك الشيء غادي يعني واش نزيدوا ولا نرجعوا؟ لان كدير الاستخاره وما كتعرفش. نعم. يقول لك الله سبحانه وتعالى حسيتي بالتوكل اذا عزمتم فتوكلوا. نعم. وليني ما كتعرفش كيجيك بعد نوبات الارتباك وكتقول واش هي نيت واش لا واش نزيد نقدم ولا نتراجع ما كتعرفش. الاستخاره ملي كيديرها العبد المؤمن ربي كيعطيه العلامه، العلامه كتكون اما رؤيه مناميه تاتيه في المنام كيلقى فيها الجواب بأن الرؤية طيبة مشرقة فيها فرح وسرور، معنى أنه انطلق. أو قد يجد رؤية منامية مخيفة فيها فزع فيعلم بأنه لا ينبغي أن يقدم بل عليه أن يحجم. هذا رقم واحد في المنام. وقد يأتيه في اليقظة أنه يشعر بإحساس سعيد وكيشعر بنشاط وحيوية لكي يقدم على هذا الأمر، كيشعر بأنه مدفوع. أو يشعر بأنه مقيد وبأن نفسه مغلقة. هذه علامات الاستخارة. بعض العلماء يقولوا إلى ما تبينش لك الأمر من خلال الرؤية المنامية أو من النفس في اليقظة، ممكن أن الإنسان يستخير الله تعالى ويأخذ المصحف يقول يا رب هذا الأمر اللي غنقدم عليه إذا كان فيه خير يا ربي اجعلني أفتح كتابك العزيز وأضع أصبعي فأجد آية فيها الرحمة وفيها البركة وفيها التيسير. وإذا كان فيه شر اجعلني أفتح القرآن العظيم فأضع أصبعي فأجد آية فيها إما حديث عن الكفار أو العذاب أو النار أو غير ذلك. فهذه طريقة من طرق المعرفة هل هذا الأمر إذا كان مستعجلا هل هذا الأمر أقدم أم أحجم. لكن أحسن طريقة تأتي في رؤية منامية واضحة رسالة من الرحمن، أو يأتي في نفسك إما شعور بالإقدام أو شعور بالإحجام. شكرا. بغيت نسولك دكتور على صلاة الحاجة. نعم. قلت لنا أستاذ الله يحفظك واحد الصور كنديرها بالضبط في صلاة الحاجة، شنو هما ما عقلتش على ذوك الصور اللي خصني ندير فيها؟ صلاة الحاجة كنصلوا فيها الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم كنبقاو ندعيو في السجود. في السجود كنقولوا دعاء كثير، كنبقاو نقولوا الثناء على الله والتمجيد لله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود، ثم اضع الدعاء ديالي يا ربي اقضي حاجتي فلان وفلان، اقضي لي كذا وكذا. ثم بعد ذلك كنقرا بعض الايات في لما افرغ من الصلاه، وهي قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كنقراها ونعاودها وان شاء الله تعالى ربي يعطيك حتى ترضى باذن الله تعالى. دكتور شكرا بزاف. وباقي لي واحد السؤال الله يحفظك. مرحبا. دابا واحد السيد شحال هذه كان جا خطاب ووقعوا شي مشاكل، هو ما عرفش علاش تراجع داك الشيء مشى شحال. المهم دابا عام وربعة اشهر اللي كانوا خطبوا، وديك المده كلها تسميت هذا الشيء يكون عرس وهذا، فجابوا داك الشيء الخاتم وهذا وصافي. داك السيد ما بقاش بغا،
مهم دابا ما عرفتش واش داكشي نردوا ليه ولا لا. المهم هذاك وقع داك المشكل ما بقاش هما هضروا، حنا ما بقينا هضرنا يعني وقع الغيار وصافي ما شاء الله. ودابا الدكتور ما عرفش داك الحوايج اللي بقاو عندي انا دابا ما كنحلمش. في ديك الوقيته جاني اكتئاب، خديت الدواء مرات، وانا كان عندي الضيق، كنتمنى الله يشفيني يا رب. لا اله الا الله وصافي هادشي اللي وقع. ودابا ما بقيتش عارف دوك الحوايج، ما كنحلمش نشوفهم، ما كنحلمش نلبسهم. ما شاء الله. ما عرفتش واش نردهم، ما عرفتش نخليهم. شحال دازت على المده لاله هند؟ نعم. شحال دازت عليه المده؟ دابا تقريبا داز عام ونص، ما بقاوش عام هادي دابا. وانقطع الاتصال بينك وبينهم؟ نهائيا ما بقاوش كيهضروا اصلا، ما عرفناش حتى المشكل. في الاول ما داروا شي شروط وصافي، هو اصلا باقي ما خدامش، داكشي علاش بقى بابا كيتسنى شحال باش يخدم وهذا. ودابا ما عرفتش واش داكشي اللي بقى عندي حرام ولا لا خديته انا. بحال دابا داك الخاتم الا بعته وداك الفلوس ديالو واش الا نعم. هذيك هدايا، هذيك هدايا لما كيجي الخطيب وكيعطي المخطوبة واحد المجموعة ديال الأشياء كتسمى هدايا. هذيك الهدايا لا ترد مادام أن المهدي لم يطالب بها، مادام هو ما اتصلش وقال لكم بغيت حقي، فهو من حقك، لأنك أنت ترتب عن هذا الخطبة معاناة وبكاء وحزن، فعلى الأقل هذا تعويض بسيط عن تلك المعاناة، فذلك من حقك. الخاتم من حقك واللباس من حقك، إلا كنت أنت تتشائمين بهم وممكن انك تبيعهم وتستفدي بالثمن ديالهم. هذا هو المشكل ديالي، انا ما قدرتش ناخذ التصرف ديالهم بحال ما عرفتش داكشي، ما عرفتش كيفاش توقع. كان كلشي مقاد، كلشي ميسر في الاول ما شاء الله. لا يلاه ما عرفناش شنو هو السبب. ما قدرتيش انك تتصلي بهم تقولي لهم اش نعملوا في هذا الشيء اللي جبتو؟ كيجيني بحال ايديا مقبضين عليا باش نبغي ناخذ النمره ولا الطاسه ولا هذه، ولكن فالهضره ديالو هو في الكلام ما بقيتش عرفت هما ناس، ما اصلا كان عندهم القلق داكشي بحال. لا اله الا الله. الذهب ممكن يبقى بلاصتو، الملابس واحد مرات عشا عام وربعة شهور وانت كتسنى وهذا. لا اله الا الله. دابا ما بقاش كيجي حتى شي حد، ولا حتى دابا في العمر ديالي تقريبا 29 سنة، ما حتى الدار ولا بنادم غير الوالدة عندي غير مأثرة ومريضة راه لحد الآن. ملي كدرها واحد الرجل الوالد ديالي لا زهر في الخدمة لا والو، ومن ديك اللحظة حنا كنشوفوني تعرف الحزن. ديك الوقيتة أنا طشت، الوقيتة اللي جاني ميساج ما بقى والو صافي الله يعاونك. نعم. على والو غير على سبا، قال لك لا اختي الخدمات قلتي منها هذه ديريها هذه، المهم شي شروط هكا اللي كيكونوا هذا هو علاش. ما شاء الله. حتى هذا المشكل اللي عندي ديال الضيقه كنتمنى الله يشافيني. الله يحفظك، دير معايا شي دعيوه يا ربي يا كريم. الخير الخير الله يرجعه، ما فيش الخير. كنتمنى دير معايا شي دعوه، حنا بعاد بنات نحب الان واحد فينا مازال ما تزوجهاش. لا اله الا الله. غير كيبقى فيك الحال، كدير النيه، كتصلي، متحجبه نيت، كندير الاذكار اللي قلتي، كل شيء زعما غير هذا القبول اللي ما عرفتش علاش ما عنديش الامتحان ثلاثه المره، ولكن دوزو في التعليم حتى هو ما كاينش منه. يعني كتمشي ما شاء الله كتقري وليدك الناس كدير اكثر من جهدك، يعني بعد ما تحط ان ما كاين ما خلاص لا والو، وفي الاخر المطاف كتلقى غير الصدمه على اختها. يعني دابا انا وليت كنحس راسي كل غير واحد ما شاء الله المقاومه الصدمه، ويلا كنلقى راحت ديال راحت ديال بزاف هذيك اللي كنت ديك هاد الشهور القلال. وليني باقي عندي واحد السؤال الله يحفظك. يا لالا يا لطوك الله يجازيكم بخير المستمعين. يا لالا غير بحال دابا شي واحد مثلا فاش كتخدم هكا في الكلينيك وهذا، كاين اللي كيبزز عليك انك تشد واحد مثلا شي مهم هادشي، حتى كتسالي الخدمه ديالك انت وخدمتك ديال هادي باش يلا ماشي زعما باش يعطوك رشوه ولا شي حاجه بحال هكا، وكل اللي كيجي كيعطيك بزز كيخشي لك في جيبك. واش هاد الفلوس حرام ولا حلال؟ انت كتقول لي لا راه انا ما بغيتهاش، لان كيما قلت لي فين سمعتك في الدعاء تتقولي الا كان شي حاجه الفلوس حرام وهذه ما تيقبلش الله الدعاء، ولكن انا ما كنبزز على حد يعطيني، مبغيت زعما بغيت نعطي الله اللي عطاها لي الله يعطيني غير دعيوه. لا اله الا الله. الله يشافيني من هاد المرضى وغير الله يسر لي. ها هو دابا الامتحان ان شاء الله غيكون ديال الدوله هادشي ديال التعليم، كنتمنى الله يفرج عليا ويعطيني يا رب استاذني مع الدوله باش على الاقل نرتاح من عاون كان الوالد ديالي ان هادشي اللي كيحلم يشوف فيا. ايه وبغيتكم الله يجازيك بخير دكتور، دعي معايا باش يهديني الله اكثر للدين. يا رب يا رب يا ربي نوريه شي حجه الوالديه الله يحفظك. يا رب يا رب يا رب اختي هند، اعزك الله اختي هند، شكر الله لك. المستمعين يهزوا يديهم معنا ودعوا معنا بشي ازواج صالحين في القريب العاجل. الله يحفظك يا رب يا كريم. وهذا اللي بغيت، وكنتمنى دكتور دير شي حلقه خاصه على هاد الناس اللي كيجيو يخطبوا بنات الناس وفي الاخر كيخلوهم كيقول لهم ايه وغنديروا وغنديروا وغنديروا، كيخلوا البنت حتى كتعلق وتبغي وكتمشي معاه في النيه. وزعما انا هذاك السيد راه ماشي كان زعما قول شي وحده اللي خلاني على شي حاجه ولا
راه ما كاين حتى شي حاجه زعما وحق الله العظيم ولا الحجر كنت كنصوني عليه باش غير نوضي صوني الحجر زعما اللي كيقول لك راه بنات الناس قلالو بالعكس كاينين بنات الناس ولكن ولاد الناس الله يهديهم. لا اله الا الله. مو يتسنى والبنت توجد وكانت هي كتحلم تكون عروسه وتحلم تلبس هادي وتحلم تبغي هادي وفي الاخر كيجيك ميساج راه ما بقى والو على ود غنه وغيمشي لبرا ولا على ود انه باغي يدير شي حاجه يحققها ولا على ود توجد راسو راه البنت اللي كتلقاها صبرت عليه انه ما خدامش على الاقل ما خدامش راه لا اله الا الله راه صبرت بزاف على انه تيكون راسو قالت لها انا نبقى في دار بزاف حتى زعما توجد راسك. وفي الاخر تيخلوك على ابسط حاجه وسمعت السيده البارح اللي قالت لك انها مريضه بالسكر الله يشافيها يشافي كاع اللي مريض ما يبقاش فيها الحال دابا الله يعوض. وراه انا ليت كنقول مريضه هي دكتور ما كنعرفش واش هاد مرض الضيقه واش هو صعيب راه ماشي صعيب ابدا راه في الدومين وكتلقى ملي تمراض راه شحال من وحده كتلقى راجلها تنقول لك راه سيد الملائكه الله يسمح لي على هاد الهضره وكيوقف معاها وكيعاونها وتيقول لك مراتي مريضه بالسكر تيجي تيولدوني تعنا بالليل وكل شيء وكنشوف راه غير الله يهديهم الله يهدي هاد ولاد الناس يا كريم يا رب يا كريم. هذا اختي ديال الله انا هذا هو المشكل اللي عندي وبعد نوبات كيجيني اكتئاب عليه كنقول دابا هذا كاع على شي واحد كي غندير تنوصلوا عليه هما كيسمعوا غير شي حاجه بسيطه في البيت كيخلوها. لا حول ولا قوه الا بالله. سي ربي عطانا هذا المرضى لا السكر ولا الضيقه ولا اي مرض حنا حامدين الله وشاكرين له ولكن تنا في راعي في الشعور ديال بنادم انك خليتيها زائد انك زدتيها قلتي لها انت مريضه راه صعيبه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. اختي هند قلوبنا معك وان شاء الله تعالى يا رب يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم يا الله يحفظها الله يحفظ لي والدي يا يحفظ كاع المستمعين كلهم اللي عنده شي هم الله يفرج عليه يا ربي يا كريم الله يحفظك الله يطول عمرك راه على الاقل ملي كنت معاك كنرتاح وكنزيد نتفرج في الفيلم ديالنا في هذا الوقيته وكنت منك الدين يا سيدي ربي هو دابا انا فتلات قر ما عندناش كنجي عيانه بحال ما قالت لي كانت غير البارح اللي كله وانا واقفه الحمد لله وكنتبدا باش كنعيا كنعس كنلقى داك الفجر داك العصر والظهر والعصر تجمعوا. لا يعني ديك اللحظة ولا مثلا هكا كنبقى حتى كنجمع في الليل أنا عرفتي واحد إلا سهر الليلة كلها كيعيا وهذا ولا إله إلا الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حفظك الله أختي هند أكرمك الله ونقول للسادة المستمعين الله يجازيكم بألف خير. هذه أختكم هند من أكادير سمعتوا الهم ديالها والغم ديالها تغلبات تغلبات وكنقول لها ما تخافش الحمد لله انت مازال باقا شابه صغيره ومازال امامك مستقبل كله باسم ومشرق وان شاء الله تعالى ربي غادي يعوض لك كل ما فات. لكن اجي ندعو معها جميعا ونقول يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا صارخ المستصرخين يا غوث المستغيثين أنت تعلم مكاننا وتعلم أحوالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا يا رب العالمين يا من تحل به عقد المكاره والشدائد يا صاحب الفرج أنت المدعو في المهمات والمنمات لا ينكشف منها إلا ما كشفت. اللهم إنك تعلم أن أختنا هند قد نزل بها ما نزل. اللهم إنا نسألك أن تفرج همها. اللهم شافها وعافها من كل مرض وسقم. اللهم متعها بالصحة وبتمام العافية. اللهم يا ربي يا كريم افتح لها باب التيسير ارزقها الوظيف الذي تحلم به. اللهم ارزقها العمل المبارك الذي فيه الرزق الحلال وارزقها يا ربنا يا كريم كل ما تتمنى في القريب العاجل. اللهم حقق رجاءها وابعث لها زوجا من عندك اختر لها يا ربنا زوجا من عندك على صورة يوسف وعلى أخلاق محمد وعلى صبر أيوب. اللهم عوضها خيرا مما ضاع. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا فاتح لما أغلقت ولا ميسر لما عسرت ولا معسر لما يسرت. اللهم يا ربي يا كريم افتح لأختنا هند باب الفرج. اللهم افتح لها باب الفرج وهبها من لدنك رحمة وصلاحا في جميع أمورها. لقد ضاقت درعا وتحيرت في أمرها وعجزت عن حمل ثقلها وأنت القادر على كشف ما وقعت فيه. اللهم يا ربي يا كريم عجل لها بالفرج. اللهم عجل لها بالفرج برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قولوا معي جميعا آمين آمين يا ربي يا كريم. وكنقول الأخت هند على قضية ديك الحلاوة اللي كيعطيوها في المستشفى
هناك فرق بين الرشوة وبين الهدية. الرشوة حرام وتستوجب اللعن، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الرشوة ما معناها؟ الإنسان كيوضع مجموعة موانع باش الإنسان ياخذ الحق ديالو احتياطي، هذه كتسمى رشوة. كندير حواجز وموانع الإنسان في الوظيفة معينة خصو حقه ديالو، كنخلق لي المبررات الواهية باش نضيق عليه حتى يعطي المال، هذه كتسمى رشوة حرام. لكن في بعض الأماكن، بعض الإدارات أو بعض المستشفيات، كنلقى واحد الموظف بسيط وكنلقاو كيخدم بإخلاص وكيخدم بنشاط وكيوزع الابتسامات على الناس اللي داخل الإدارة أو داخل المستشفى، وكيقدم الخدمات ديالو كيعتبرها من الواجبات. فمن اللي كيتسالي المهمة، واحد من المواطنين أعجبه هذا السرور وهذا الشعور، فربما كيعطي إكرامية، هذا لا يسمى رشوة، هذا كتسمى هدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لأنها ليست مشروطة، هذه تلقائية، فهي حلالا طيبة. والله يبارك لك أختي هند ويرفع الله المقام ديالك.